شجرة المانجا الشجرة الوحيدة اللي صعب أي حد يقدر يعمل عليها الترقيد الهوائي، ولكن أنا هقول لك على السر اللي ممكن تعمل بيه إكسار لشجرة المانجا بمنتهى السهولة. المكان الوحيد في الشجرة اللي بيطلع جذور اللي إحنا ممكن نعمل عليه الترقيد الهوائي زي ما أنتوا شايفين المفصل أو العقدة في أي شجرة مانجا عندك، سواء كان فرع جانبي أو فرع رئيسي، هو ده المكان الوحيد اللي بيطلع جذور في شجرة المانجا. هنبتدي إن إحنا نزيل اللحاء بشكل دائري، وممكن نستخدم نبات الصبار للتعقيم ولتسريع التجزير. وبعدين هنستخدم كوبايه زي ما انتم شايفين، الموضوع سهل جدا، هنعمل فيها فتحه من تحت وهنعمل فيها فتحات تصريف عشان لو في ميه زياده تنزل عادي خالص. التربه عامل مهم، كل ما تكون التربه خفيفه زي التربه الصناعيه مثلا او تربه رمليه مخلوطه بتسرع من اخراج الجذور. افضل ميعاد ان احنا نعمل فيه الترقيد الهوائي لاشجار المانجا هيكون في خلال شهر 3 و4 و5 و6، وهنستثنى منهم شهر 7 و8 علشان درجات الحراره بتكون مرتفعه، وممكن نعمله كمان في شهر 9 و10. المهم خلي بالك بعد ما نفصل الفرع عن الشجر الام لازم نعمل له تقليم علشان الجذور تقدر تغذي الجزء المتبقي، وده المكان في الشجر الام اللي احنا خدنا منه الترقيد الهوائي. بدا الفرع الرئيسي يطلع اربع افرع جانبيه، وده الغصن اللي احنا حصلنا عليه عن طريق الترقيد الهوائي بعد مرور شهرين. الشجره ما شاء الله